يعتبر تشييد الخط الفائق السرعة مشروعا متميزا بالنسبة للمملكة المغربية، وسيمكن هذا الخط من ربط قطبين اقتصاديين هامين، طنجة والدار البيضاء، مرورا بالعاصمة الرباط. إن جودة البنية التحتية والقطارات ذات السرعة الفائقة تضمن السلامة واحترام المواقيت، كما توفر للمسافرين تجربة ممتعة وجديرة بالثقة. يضم هذا المشروع بنيات تحتية ذات تقنية عالية تضمن أداء متميزا مستجيبا للمعايير الدولية للسرعة الفائقة. إن تنفيذ المنشآت الفنية والجسور الكبرى تسهل عبور الأراضي مع احترام تام للبيئة والطبيعة. إن السير بسرعة 320 كيلومتر في الساعة على مسافة 200 كيلومتر سيمكن من ربح هام للوقت، بحيث تستغرق الرحلة بين البيضاء وطنجة ساعتان وعشر دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة، وبين الرباط وطنجة ساعة وعشرين دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة. بفضل هذا الإنجاز المتميز وتعرفة تتماشى مع القدرة الشرائية لمستعملي القطار، سوف ترتفع حركة المسافرين على محور الدار البيضاء طنجة لتفوق 6 ملايين مسافر عند بداية استغلال الخط في غضون دجنبر 2015. وهكذا يصبح المغرب أول بلد في إفريقيا والعالم العربي يستعمل هذا النمط من النقل السككي ذو تكنولوجيا عالية المستوى، والتي تفتح الآفاق لإنجازات مستقبلية ذات أبعاد كبرى. وسينضم بذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مجموعة الشبكات العالمية التي تمنح يوميا خدمة القطارات ذات السرعة الفائقة. مرحبا بكم إذن في عصر السرعة الفائقة.